اليوم صبحت العالم كلها تسأل شنو سالفة السائلوات اللي بالنجف مات الحنطة، نقص 420 مليون بالحنطة، جاي اللجنة قرر انه هذا النقص جاي الحمام ماكل هاي الفلوس وهاي الحنطة. هسه احنا نطالب مربين الحمام يجون يقيمون، هم يعرفون انه ايش قد تاكل هاي الحمامة، ايش قد صار لها فترة. الله، اذا الحمامة باقتنا هاي الحمامة المسالمة شان نعتب على حساب بعد احنا ايش عندنا هات من احساب؟ رحم الله والديكم ذول خوش اواد معمل حساب. حمامة باقتنا، شو ندرب هذا؟ شلون فيلم حلو؟ الله خبل خبل. بس احنا نوصي عمي والدور نوصي هسه على ابو معمل بيبس الكوفة، يعني هذا الحمامة كالحنطة هواي انتخم راح يروح لك، خاف يتوجه وباشر هم نطلع عندنا نقص بيمة بالبيبسي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. مثل ما شفتوا في بداية الفيديو، بداية أي شخص يحب يتصل بالبرنامج، أرقام البرنامج راح تظهر هنا بشريط أسفل الشاشة. عندكم هذا الرقم مخصص إلى داخل العراق، عندنا أرقام أخرى مخصصة إلى خارج العراق وداخل العراق أيضا، إضافة إلى رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. أرجو من السادة المشاهدين أنه ما يزعلون علينا إذا دقوا علينا عبر برنامج الواتساب وما جاوبناهم، لأنه برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال في البرنامج، سامحونا. بداية، شفتوا بعد شارت البداية الفيديو اللي طلع بيه شخص يتكلم عن قضية الحنطة وحجة الحكومة العراقية أنه الحمام أكل الحنطة الضايعة. يعني هي مو بس الحنطة، هي مو بس الحنطة، هي إذا نريد نرجع هم أكلوا عقول الناس هالمرة بالحمام. قبلها طلع محافظ البنك المركزي وقال غرقت الخزينة مال البنك المركزي وضاع عن 7 مليار دينار. قبلها قالوا قدرة قادر احترقت مزارع الحنطة. قبلها قالوا السمج دا يموت وما نعرف ليش. قبلها قالوا التصحر دا يزيد بالعراق وما دا نقدر نستصلحه. وقبلها قالوا انه احنا راح نوزع الكهرباء على الشعب العراقي ب يعني بطاقة إنتاجية 100% بحيث الشعب العراقي راح يتمتع بالطاقة الكهربائية 24/24 ولمدة 7 أيام. قبلها قالوا سوينا عقود وتراخيص وسوينا مشاريع وراح ننهض بالاقتصاد العراقي وسوينا خطط و و و و هواية هواية أكلوا بعقول العراقيين، مثل ما يقولون بالدارج حلاوة. هواية ضحكوا على عقول الناس. حنطة 400 مليون وشوية ياكل هالحمام؟ أدري حمام الكرة الأرضية كلها جاي للعراق. شين الفيلم؟ يعني اللي شقد تظلون تستخفون بعقول الناس؟ ليش وقت تظلون تستخفون بالناس؟ ليش وقت أنتم تظلون عندكم عقلية أنه الناس ما تفتهم شيء؟ ابو زينب من النجف اول اتصال ويانا اليوم، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير يا ربي. طبعا هذه من البدع المضحكه الممكنه. نعم. هو حتى صحح لك الرقم، مو 400,000 طن، 743,000 طن. نعم. على قولتك يجي لو حمام الكرة الأرضية كله يقدر ياكلها بين عشية وضحاها أو وحدة. هاي سالفتهم مثل سالفة ال 90 مليار دولار اللي مطرت عليها الدنيا ببغداد وغرقت. زين، هو أولا البنك المركزي العراقي اللي صمموه وبنوه عراقيين، لو بنته شركة أمريكية مدري بريطانية مدري ألمانية، ها يعني محكم، وخصوصا بنك مركزي مو مصرف. هذول كذبهم واباطيلهم انتضحت. هذول بدوا مشوا على الشعب 17 سنة من التجهيل. انت ذا تريد تسيطر على شعب جهله، خليه يؤمن بالبدع والخرافات. هذا اللي يطلع يصيح الناس يجوعون لهم.
قل له انت اثبات لا يهم، وعند تكمله حديث يقول الناس اصبحوا جياع بما كسبت ايديهم. طيب في مقال اخر يقول عن الفقراء احباب الله. طيب وين بالقران يقول في اموالكم حق للسائل والمحروم وفي الرقاب وفي الكذا وفي الكذا؟ داعش فقره هم القائمين على اموال المسلمين والخمس والزكاه وغيرها، يعرفون 10 فقر ويكذبون بس والعاملون عليها 99.9%، كلهم باطل على رؤوسهم بجهنم ان شاء الله. ثم احب انوه على شيء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صرح في كل القنوات وطلع بالسبتايتل انه يوم الجمعه اللي هو اليوم وبكره يوم السبت كل مصارف العراق تداوم حتى تعطي رواتب للموظفين على الاقل يفرحون بالعيد، حتى الفرحه سبقوها من عندنا وبالذات بالنجف. اي مصرف تروح عليه تلقى مغلق ومسدود البيبان، شوف يا ابا والله بامر مدير المصرف والله بامر المحافظ. هذا لو كان مدير مصرف في زمن صدام يقدر يعصي عمره، لو المحافظ بيبخره هو وعشيرته. طيب وين ما رد عليه مصطفى الكاظمي؟ وبالذات يصبون جام غضبهم على المعلم والمدرس ما اعرف ليش، دائما يخلون بالاخير. بالنجف بالمركز والاقضيه والنواحي اكثر من 2000 مدرسه بمعدل بسيط، اذا كل مدرسه 10 معلمين ومدرسين ومعلمين ومعلمات يعني عدد من 20,000 معلم ومدرس. اتفقوا وباكر كلهم راح يتوزعون على المصارف الموجوده بالمحافظه والاقضيه والنواحي. واذا منطقهم رواتبهم فكلهم راح يعتصمون امام باب المحافظه الخلفي، لان الامامي سادين متظاهرين. هذول الشجعان الابطال، وكل عام وانتم بخير. وانت بالف خير، شكرا شكرا جزيلا لك ابو زينب. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. حياك الله. تحية لك وتحية للشعب العراقي وتحية لك وتحية للمتصلين. بالنسبة ما يجري بالعراق هي في الناس على الله أن يحمي العراق، وما يجي إن شاء الله عيد الضحية إلا والعراق متحرر من عصابات إيران. هذه دولة الحاكم بالعراق هو النظام الإيراني المجرم، دولة إيران. الناس على الله أن يحرر العراق ويحرر سوريا ويحرر لبنان وفلسطين واليمن صنعاء وجزر الامارات، وان شاء الله تحرير الحواز العربيه ان شاء الله. اما بالنسبه لهذا النظام، هذا نظام فاسد لابد من اسقاطه مهما تكلف الثمن. الشعب العراقي على شعب العراق ان يكتب الى الخضراء ويسقط هذا النظام التبع الذي يرفع صور الخميني الملعون ابن الملعون في شوارع العراق، الذي هو دمر اقتصاد العراق ثمان سنوات هذا المجرم وهو يقاتل العراق. وصور حسن نصر الله الشيطان قتل اطفال سوريا، مخالب ايران في العراق، فلا تليق بتاريخ العراق ان يقبل هذا الشيء مع احترامنا للشعب العراقي البطل. وتحيه لك. حياك الله حياك الله ابو فيصل، شكرا جزيلا لك. من الناصريه منتظر، حياك الله يا منتظر. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. شلونكم عيوني؟ هلا بيك اخوي. الله يسلمك. ممكن سؤال اخوي؟ تفضل. بس قل لي الشيخ على حاتم سليمان وين كنتوا من الوقت؟ والله يا اخي ما ادري، تفضل. هو هذا الهدد الحشد وزين شاربي، اذا مثلا طبوا الثلوج تحشون على الحشد وتسوون ميليشيات، طب عبالكم والله ما توصون الحكومه. الو قطع الاتصال ويا منتظر، شكرا شكرا جزيلا لك اخي العزيز. يعني القضيه وما بها احنا هسه بدنا نسال على الحكومه العراقيه او الحكومات العراقيه، الى متى تظل تستخف بعقول الناس؟ لما تطلع وتقول حمام ياكل حنطه بهاي الكميه وفلوس العراق دا تضيع وما يعرفون وين دا تضيع، ومصطفى الكاظم يقول الخزينه فارغه وماكو سبب ليش الخزينه فرغت ولحد الان ما حد يعرف وين انصرفت وين راحت فلوس العراق من 2003 واحنا بال 2020. 17 سنه الشعب العراقي ما يعرف فلوسه وين صارت.
ليش وقت تظلون تتعاملون ويا الشعب بهاي الطريقه؟ سعد من الكويت حياك الله. حياك الله ودوم يا استاذي النشمي الطيب الغالي، استاذي انا اريد اهاجر للعراق، اريد اروح للعراق، اريد اهاجر للعراق، اريد اروح للعراق، اريد اشتغل بالعراق يا استاذي. والسؤال اللي حبيت اوجهه اللي هو بخصوص جرائم الاخفاء القسري، جرائم الاخفاء القسري يا استاذي يجب معالجتها من البرلمان والحكومه، وكذلك يا استاذي المغيبون والمختطفون، المغيبون والمختطفون يجب يكون كلمه استفتاني بهذا الموضوع كجهه اسلاميه دينيه يعني بالعراق. استاذي احنا عندنا غيره، عندنا هوايه غيره يعني للمظلومين على مدار الساعة جملة وتفصيلة يا أستاذي، ونشعر بالألم ونعاني كما تعانون يا أستاذي الكريم، وحل الأزمة والمأساة بيد البرلمان والحكومة، وآخر الكلام ابعد عنا الهموم والأحزان الصدرية والباطنية. تحياتي لكل البرنامج والقناة وشكرا. شكرا شكرا جزيلا لك اخ سعد. الاخ سعد وجه الى البرلمان العراقي رساله يقول جرائم الاخفاء القسري والنازحين والمغيبين والمعتقلين يجب ان تحل من داخل قبه البرلمان العراقي. وفي بدايه حديثه يقول اني احب اروح للعراق واحب اشتغل واعيش بالعراق اخي العزيز. العراق بلد لكل العرب، اي عربي يستطيع الدخول اليه ويشوفه ويعيش به وياكل ويشرب من ميه. احمد من الناصريه ويانا، حياك الله اخوي. احمد السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلون اخوي؟ هلا بيك. ويانا عندي شو. السلام عليكم. عليكم السلام اخوي العزيز، تعال هوا تفضل. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا رب. ويانا عندي اخوي محكوم اعدام. اخوك محكوم اعدام؟ نعم. اي والله محكوم اعدام، هو ابن عمي. هو وابن عمك؟ اي محكومين اعدام، لا عندهم احتراف ولا عليهم شاهد. نعم. اخوي فصلنا عشائر 150 مليون لحد الان تنازل موافي. فصل. طيب يعني اخوي واحنا على شنو انحكم اعدام؟ 406 قتل، هو يعني هو ما قاتل ولا عنده احتراف، يعني بالمكافحه ظل تقريبا سنه كامله لا عنده احتراف ولا عليه كشف دلاله ولا عليه شاهد. طيب على اي اساس انحكم؟ يعني اذا شخص بريء من تهمه وماكو عليه اي دليل يثبت يعني جرمه، على اي اساس انحكم اعدام؟ اي هو القاتل احترف عليهم، ذاك القاتل احترف عليهم قال فلان ويا هذول. ها يعني اللي اشتكى عليهم هو نفس القاتل؟ لا ابن عمه، هم ولد عمه اقول لك. هو قتل ابن عمه، واحترف علينا احنا لا بها ولا عليهم، ولا قرايبهم احنا ولا نعرفهم. يعني انحكم بجريره شخص اخر، وهذا السؤال انه هو اوكي يعني اذا ابن العم قاتل هو شنو ذنبه؟ ليش هو ينحكم؟ ابن الحسين وعبد الله وهجرونا احنا، يعني احنا منطقه عشائريه وهجرونا احنا وحاليا مهجرين، فصلنا 150 مليون وخذوا فلوسنا ولا تنازلوا عنا ولا شيء. ونطالب احنا الحكومه، نطالب الساده، نطالب سعد. نعم. بالحسين وبعد الله يا اخوي. نعم اخوي نعم. بعد رحم الله هذا كلام مشكور. شكرا 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 جزيلا لك. هاي واحده من المشاكل اللي دا يعاني منها الشعب العراقي، انه يحاكم شخص بجريره جرم شخص اخر ثاني. يعني اذا واحد قتل، المجرم حر وطليق والبريء ينحكم اعدام. هاي واحده من القضايا اللي يجب على القضاء العراقي من المفترض انه ينتبه لها، ولو هو القضاء مسيس والكل يعرف انه القضاء العراقي هو مو نزيه، وانه القضاء العراقي اليوم اكو كثير من القضايا يدخلون لها اناس ابرياء ما يحاكم اكثر من دقيقه او دقيقتين، ويكون قرار الحكم متوقع وجاهز، بس محكمه هيش صوريه، لعبه مسرحيه يسووها على اهل المعتقل ويحاكموه ويذبون الصوت براس البريء وينحكم مؤبد واعدام و10 و15 و20 سنه، وتبدي الابتزازات للاهل ويقول فصل فاصلين 150 واحنا ابرياء وهجروهم همينا. ابو ياسين من دياله حياك الله.
ابو ياسين. حياك الله غزل. حياك الله اخوي. اخسعد حياك الله وحيا الشعب الكويتي. حياك الله اخوي تفضل. دائما العراق هو بوابه النصر والسلام ودائما بوابه التنحيط ودائما العراق هو المغياث لكل العرب والاجانب على عمينا. حياك الله شوف اتجاه هذا هاي العراق مفتوح لك. اما هاي الحكومه هاي غيمه والدين هاي غيمه الدين سواعد الابطال طاعات التضارب ان شاء الله ورجع ان شاء الله العراق في مقدمه الدول. اما هذا الموضوع الحكومه اللي من تستهزئ بالشعب تقول تورك الحمصه لا حقها متولى هذا الصوت هذا منتظر من ذي قار هذا ابو الجحش الشعبي هاي النماذج حقها الحكومه تراكب عقولنا هو على حسب الثاني ويمثل العراق هو مواطن عراقي. فلكن احنا اليوم شوف رضينا بالخميني ترفع صور امامكم الخميني لكن نوب الحوثي واسماعيل من يسمونه انتم عراقيين لو ايرانيين فهمونا جماعه الجحش الشعبي هذا اللي ما تودون العراق والله خزيت العراق والله سويتوا لنا مسرح مضحكه للعالم بينما كان العراق في مقدمه الدول هاي النماذج ابتدره منتظر وصار منتظر ومش قد قتل من الناصريه ايش قد قتلوا من ذلك الشباب الابطال صاروا في الناصريه ما زدت شواربك بس انتم مرضعكم مرضعكم من مصدر عجميه وانتم هذا العراق هو كل شيء كل مقدمه وانتم العراق هو كل شيء فوق كل المرجعيه فوق كل المذهبيه العراق هو اولا لكن تتوجهوا العايشين وين عايشين انتم يا مجتمع شلون تحضروا تثقفون وتدافعون عن وطنيتكم وعربيتكم وعراقيتكم وانتم حتى ضيعتوا الحاضنه العربيه حتى بعد ما حد يرغب العراق من وراء هاي النماذج القذره الخميني شو يسوي بالعراق ترفع صوره الحوثي الناب على الحوثي وانتم راح تجيكم امريكا تطيح حظكم والله احنا ما نسجل بامريكا لكن هذا النفس مالكم الحقير هذا النفس الفارسي لوين راح توصلوا العراق؟ يعني لوين تودون العراق؟ انتم شو شو اصبحنا بالعراق ما نعرف الشرطه من الحرامي يلبس بالنهار حشي الشعب وبالليل يلبس داعشي هسه اليوم الدواعشي نزموا من سجون سوريا هم حكموا العراق وقبلها المالكه من ذهب اغراب الحوران وقدام سوريا رجعوا علينا ورا حسن نصر الله من سوريا جابوا من العراق هاي العقول مالكم الجامده اللي سويتوها شباب للحلوه سويتوها مجازر شي تنذبح باليمن شي تنذبح بلبنان شي تنذبح بسوريا لوين راح تودون العراق؟ وانكم تثقفوا وتحضروا ترى ما فيكم لا سستاني ولا غير سستاني اتقوا بالله العظيم باكر تطلع لكم شمس وحتى ارض ايران ما تكلكم شافع عيب كنا عراقيين كنا ولد هذا الوطن كنا ولد هاي الملحه ولد هاي الطبخايه ولد الحمى وانتم عراقيين وطلاق نحب العراق اولا انا على ابو ايران لا ابو امريكا يا ابو الوضع يا المهزله خزيتونه هو على السواء مثل المالكين هو ما يقبل مساله اهل الغربيه اللي مثل الغربيه هذول الابطال اللي صاروا واللي قتلهم المالكي بالطائرات السوريه والطائرات الايرانيه لا تنسوا تاريخكم وانتم احنا عندنا رموز عندنا رموز وطنيه وعندنا رموز دينيه احنا ما نتبع ايران لكن مع الاسف هاي السياسيين السند الاراضي اللي ما عندهم شرف وصلوا المكون لهذا الحال. تابع اصحوا 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 شكرا لك يا فندم. شكرا شكرا لك ابو ياسين. سعد من السعوديه. حياك الله اخويا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام، هلا بك اخويا. بارك الله فيك يا اخونا افل وبارك الله في هذه القناه المباركه، بارك الله في هذا الشعب الكريم. سبحان الله في هذه الايام المباركه المقبلين على عيد الناس والله وصى انه زكاه الفطر والرحمه بالفقراء نجي نلقى الحمام اكل الدنيا حق الفقراء سبحان الله ولا اقول ان الشعب السعودي ان شاء الله على اذكره انه رهن اشاره الشعب الشريف هذا قسما بالله عندنا احنا منازل وقف لله اذا كان اي واحد من الاراضي يوصل بلدنا والله يسكن وياكل ببلاش قسما بالله العظيم ما ياخذ منه ولا ريال وارواحنا واملاكنا فداء للشعب هذا الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا لك اخ سعد. ابو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم يا فهد. عليكم السلام والرحمه والاكرام. ربي يحفظك. اخي هي هاي امريكا جابت لنا الديمقراطيه لوحده الشعب العراقي وضحكت عليها. وهم الامريكان يعني الامريكان بصوره عامه هم لصوص.
يعني طول عمرهم لصوص ياخذون حقوق الشعب العراقي. يعني قبلها انت قلتها يعني قلت البنك المركزي كذا والحراك مال البساتين وقتل الناس على الهويه، هم ذولا يعني مبرمجين لقتل العراق. فلذلك انا اعطيك معلومه جديده يعني اول مره احكيها، ترى خامنئي متزوج تقريبا 300 مدري 400 واحد بالعراق، هم ذولا البرلمانيين كلهم نسوان، لان الرجال حافظوا على دينهم وحافظوا على البلد. دمار 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 خلوه. ولذلك ما يصلح يسار رجال ابو ياسين مدياله حكى بما فيه الكفايه. بلد يظل هيك مقفقه يسوى الميسوى شيء ما مقبول. يعني العراق هذا خيراته رب العالم كله. يعني ايش يصير به؟ فهم جايين تدمير العراق واهانته. انا 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 هيك عن المواد الغذائيه تجينا اكسباير ومدمره وبها سرطانات والمخدرات وقتل على الهويه. يا عراقيين لا تنسون المراره اللي صارت فيكم، ترى لما سكتون بعد راح تصير بعد ازيد وازيد. فهبوا ترى كرامتكم بيديكم، تحبون تذلون نفسكم ذلوا، تحبون تحافظون على كرامة تحافظوا عليها. يا شعب العراق ترى مو هذا اصلكم ولا هذا ثوبكم، تصيرون عبيد الاراضي العجم وغيرهم. يا عراقيين اصحوا الخاطر على الله، ترى الطوفان جاي علينا وما حد يرحمنا غير بعضنا. فانتبهوا يا عراقيين انتبهوا. وعليكم السلام. عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام. ابو حميد من سامراء، حياك الله ابو حميد. استاذي العزيزه تحيه لكم ولقناتكم العزيزه الوطنيه، والله يبارك فيكم ان شاء الله. حبيب قلبي حياك الله. استاذ بالنسبه قضيه المعتقلين المغيبين، يعني المجرم مجرم على المواطن العراقي عنده مشاكل سخينه هذا خاصه، واللي ما عنده اصل يعني ما في داعي هذا الظلم الله تعالى يسلط علينا بسبب اعمالنا. الظلم هذا اذا ما داعي وما نقدر وننصر المظلوم حتى الله تعالى يسلط علينا غضب افشل من كورونا. نعم اي أيوة والله استاذي، فندعو امر قناتكم مطالبه اطلاق سراح الابرياء، ولا احنا ما المجرم عاصمه لكن البريء اطلق سراحه في سبيل الله. نعم نعم شكرا لك ابو حميد من محافظه صلاح الدين تحديدا من سامراء، شكرا لك. يعني المشكله انه من 2003 اليوم ما شاء الله طلعوا لنا هواي مفكرين وهواي مثقفين بحيث يعرفون ارض العراق هي شنو، يعرفون تاريخ العراق شنو. يعني ما حد يقدر ينسى من ابراهيم الجعفري طلع وقال دجله والفرات ينبع من ايران، وما حد يقدر ينسى لما طلع فنجان وقال اكو كانت مطارات بزمن السومريين، لو عادل عبد المهدي لما طلع وقال انه المخدرات توصل للعراق عن طريق الارجنتين، طبعا هي دوله مجاوره للعراق حسب نظره، وحيدر العبادي اللي طلع وقال انا راح اسوي نقل عمودي، ما كان راضي على الافقي كان يريد عمودي. فما شاء الله النقل يعني كلش متطور بالعراق اليوم. واخر شيء يعني ختم لنا اياها ما شاء الله مصطفى الكاظمي لما طلع وقال ملحمه قلقامش في صدر الاسلام، الملحمه الاسطوريه اللي صارت بزمن السومريين قبل الميلاد ب 2500 سنه صارت بصدر الاسلام نظر مصطفى الكاظمي. ويعني ما حد يقدر ينسى حكايه مطشر السامرائي لما قال اني ينزلون راتبي حتى اساوى ويا الشعب العراقي البائس، حاشا لله أن يتساوى الشعب العراقي ويا هيك شكول. فاصل قصير ونرجع لكم. طلعنا يا بدولا تغريدات موطن مطلبنا، راحوا منا هوايا احباط وصانا ترزانا احلام.
نريد والد مو قائد ما يفتح باب للجيران لا أمريكا ولا إيران. هو هذا مطلب المتظاهرين. أبو عبد الله من لندن ويانا، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شكرا جزيلا أخ أفضل، تحية لك ولقناة الرافدين وسادة المشاهدين. والله أنا تعقيبا على كلام هذا اللي دافع عن الحشد الوحشي منتظر من الناصرية وهدد قال إنكم أبد تحلمون أن توصلوا للحكم. طيب السؤال هو له، أنتم من وصلكم إلى الحكم أولا؟ من وصلكم إلى الحكم؟ أليست الغزاة الأمريكان؟ طيب الأمريكان قتلوا، استخدموكم يا أغبياء، استخدموكم وقتلوا قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ماذا فعلتم؟ طيب ماذا قدمتم للشعب العراقي؟ نريد من 2003 إلى الآن ما هو إنجازاتكم؟ يعني قتلتم الأسماك، يعني سرقتم المليارات، جوعتم الشعب العراقي، يعني ماذا قدمتم أنتم؟ نريد يعني نريد إنجاز شيء طيب فعلته. والمشكلة الكارثة يا أخي أفل هو الله عز وجل في القرآن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون، قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ويهتدون. المشكلة هؤلاء الأغبياء يعني يمشون وراء هؤلاء الحسالة، يعني الجهل والتخلف، تقليد أعمى هو الذي وصل العراق هؤلاء. بس يعني أبو عبد الله، يعني أنت ذكرت نقطة معينة، تقول ما هي منجزاتهم؟ يعني ألا تعتقد أنه يعني أنه هم ما عندهم منجزات من 2003 لليوم؟ والله أخي الكريم، يعني المتتبع الأحداث السياسية والذي والشعب العراقي يعني المتتبع الأحداث السياسية والأحداث يعني صورة وصوت اللي يشوف كلها، يعني ما شفنا شيء. أجي وياك وعد وياي، شوف منجزاتهم: الطائفية، القتل على الهوية، المخبر السري، المحاصصة، تفرقة الناس، تفرقة المحافظات العراقية، فتح الباب وبيع العراق إلى إيران وأمريكا، فتح الباب للسرقات، فتح الباب للواسطات والمحسوبية، فتح الباب للإتاوات اللي كانت الناس تخاف في زمن غابر، إنه كانوا أكو شقاوات يأخذون خاوات وقضوا عليها وقاموا الناس يعيشون بسلام بين بعض، رجعت هسه الخاوات والأتاوات تنخذ على مليون إيد وعلى مليون طرف وعلى مليون شخص ما يعرف هذا اللي دا يأخذ أتاوة من عنده يتبع منه أصلاً. هاي كلها منجزات أبو عبد الله. أخي الكريم نعم أنا أتفق، يعني هذه مصيبة وكارثة، يعني ما سووا شيء جيد للشعب العراقي. لكن ممكن مثل أعيد وأكرر، همام حمودي الذي يتباهى في أمام وسائل الإعلام يقول الحرية الذي أنتم فيها يحسدوكم دول الجوار. فقط أنا اللي كمواطن عراقي أشوف يا حومة بعلو جرينا مشي من كربلاء إلى كربلاء ونجف من بصرة من توس خرمات ولطميات قيمة وهريسة، هذه أهم إنجاز عندهم. لكن يا أخي دمروا العراق يا أخي، كافي يا أخي. أنا قصدي الناس اللي يمشي وراء هؤلاء ما يصير يمشي تقليد أعمى، يعني أنت شوف، يعني ما يصير افتح عينك شوف الحقيقة. إمام حسين في وادي وهؤلاء في وادي، إمام علي في وادي وهؤلاء في وادي، وبعدين كل يعني طلع الآن على أساس هذا مثقف مصطفى الكاظمي زار الحشد يقول المرجعية الرشيدة. يا أخي أي مرجعية رشيدة؟ خلي مرجعية رشيدة يعني خلي يطلع يتكلم، خلي نسمع صوته، ما أحد سمع صوته يعني إحنا إيه؟ ويقول إحنا لا نهزم أبداً. طيب أمريكان قتلوا قاسم سليماني، أنتم لا تهزمون، وقال راح ننطلق في عملية عسكرية. هذا أول ما قبل ما يجي الحكم سننطلق في عملية عسكرية عند ضد الفلوجة والرمادي. إذا أنتم رجال وأبطال فضلوا عند الأمريكان، قتلوا سليماني وقتلوا المهندس، فضلوا ليش على الناس على الشعب العراقي؟ صح ولا لا؟ يعني وبعد يعني نريد نشوف إنجازاتهم إيش هو. يعني أول قبل ما يصل حكم يهدد بعملية عسكرية، مكافي دم ناس الشعب العراقي، يعني يرى جرائمكم صورة وصوت. أعطوا مجال للشخص الشخص يقود العراق إلى بر الأمان، يخلي الناس يعيش في أمان. كافي يعني تعب مل الناس يا أخي. نعم شكرا 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 جزيلا لك أخي العزيز. أياد من الكوت حياك الله. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. الله يحفظك الله يخليك. يحفظك ويطول بعمرك. بس هذا قطع التليفون، رحمة الله على والديك. تفضل ما حد يقطع التليفون.
اي اخويا، هسه احنا من جانب نريد نسال حكومتنا شنو ايرانيه اسرائيليه امريكيه هاي شغله. نعم. الاكراد اخواننا الاكراد يرفعون علم اسرائيل ويحرقون العلم العراقي. الهدف الرئيسي من عنده تدمير الجنوب والوسط. نعم. قل للذول هسه مثلا تدافع عن العراق اكثر فيهم، من انقى شهداء؟ الوسط والجنوب، هسه عوف الغربيه اخواننا على عين وعراس، انا هناك جاد، انا مجاهد بالحج الشعبي. ودائما اسمع التردد وهسه تجاوز على الحج الشعبي، انت من خارج العراق، هسه ابو الكويت تجاوز على الحج الشعبي، ابو الامدن تجاوز على الحج الشعبي. الو. اياد. عيوني الشركه اذا تنظر لها شركه الكهرباء اللي بالعراق جاي تستخدمها الكتريك ناشونال امريكيه. اياد. اللي سوته لنا امريكا وشنو سوته لنا ايران؟ اياد. احنا نريد بلد، نريد بلد، نريد ذات زياده. اياد. تسمعني لو لا؟ اسمعك اسمعك. زين. انت تريد بلد وتريد سياده، منو مضيع السياده؟ الشعب لو الحكومه؟ الشعب. الشعب مضيع السيادة؟ الشعب اي الشعب ما يعرف يختار. لحظة لحظة بس اعطيني مجال. الشعب مضيع السيادة؟ الشعب ما يعرف يختار. ما يعرف يختار المن؟ عملاء السياسيين نقول عملاء. ليش هي مو الانتخابات مزورة؟ مو ذول الانتخابات كلهم؟ مرة خصك مرة خصك خل خدمك. استاذ عادل عبد المهدي سوى الصفقة الصينية، عقد ويا الصين تحيي العراق، البنى التحتية، الكهرباء، القطارات، صورة عامة، العراق ترجع له الحياة. ليش خربتها أمريكا؟ أنا أريد أسألك ليش خربتها أمريكا؟ خربت المن أخي العزيز، بس مرة خصك يعني أنت تدافع وعلى عيني وراسي، بس اعطيني مجال خلنا ناقشك. أنت تقول الشعب ما يعرف يختار، عادل عبد المهدي من اختاره؟ الشعب؟ مو النواب يا حبيبي، النواب من اختاره؟ والنواب من وين يجوي؟ الشعب اختارهم؟ النواب يجوا منين؟ الحلبوسي من الانبار اختاروا الانبار، من الجنوب اختاروا الجنوب، من الشمال اختاروا الاكراد، منو اللي اختاره؟ ها منو اللي اختاره؟ يعني ما كان اكو بيع مناصب والحلبوسي اشترى المنصب بفلوس، وما كان اكو فساد من رؤساء الكتل من جماعه نور المالكي وهادي العامري لبيع حصه رئاسة البرلمان إلى الحلبوسية، لا هاي مصايرة، وما كان أكو فساد وقضية بيع منصب حتى يجي وتوافق بين الأحزاب السنية والكردية والشيعية حتى يجي عادل عبد المهدي للمنصب، الشعب هو اللي اختاره. ما سألت تقول هو عادل عبد المهدي ما يخالف، أكو فساد، فساد موجود ما اعترف. جاوبني على موجود. على محمد الحلبوسي، ماذا أسألك على عادل عبد المهدي؟ محمد الحلبوسي انت هسه تقول اشترى مناصب، منين اشتراها؟ غير هذول رشحوهم الشعب، منو اللي انتخبهم؟ منو رشحها؟ احنا انتخبناهم. طلع لي مواطن هسه، طلع لي مواطن واحد يقول انا رشحت الحلبوسي. يا حبيبي مو انتخبهم، منو اللي انتخبهم؟ مو ايران. لحظه اياد، مو ايران. الحلبوسي من مو ايران، لما صار الحلبوسي رئيس برلمان قالت جبنا ثلاثة قواله على امريكا بالرئاسه مال البرلمان، مو هادي العامري رشحه هو نور المالكي؟ يا اخي هسه عوفنا من الحلبوسي، عوفنا من الحلبوسي، الصفقه الصينيه هسه حتى لو مو احكي باللهجه محمد الاتفاقيه الصينيه والطرف الثالث مو كل شبه عادل عبد المهدي. الطرف الثالث هو الحكومه والحشد، بس اسمعني وجماعة مقتدى الصدر القبعات الزرقاء، بس اسمعني انت تقول الشعب هو اللي ما يعرف يختار، راح اختصر لك اياها لانه اريد اعطي مجال اكثر للمتصلين، بس راح اختصر لك الصوره كلها خاف ما واضحت لك. حبيب الامريكان جاوا بال2003 جابت لنا هالشكول ذولا من السياسيين اللي هم نفسهم ما تقلب علينا واحد جديد بيهم الا كم اسم هسه بالاونه الاخيره قمنا نسمعهم، عدنان درجال، مصطفى الكاظمي، فلان الفلاني، فلان الفلاني، اما اذا تدور بالوزارات وتدور برئاسه الوزراء هم كلهم نفس الاسم وكلهم نفس الشكول، كلهم من نفس الاحزاب، كلهم اللي جوا على ظهر الدبابه الامريكيه، كلهم اللي قالت ايران عليهم
ما احتل أمريكا ما احتلت العراق لولا مساعدة إيران للأمريكان. هاي رقم واحد. كلهم ما صاروا رئيس برلمان ورئيس جمهورية ورئيس وزراء لولا إيران. كلهم البرلمانيين سنة شيعة كراد صابئة مندانيين يزيديين كل طوائف البرلمان 328 339 كلهم اللي باعوا العراق من 2003 لليوم. فما تتهم الشعب اللي هسه جاي يدور وطن تعذرني. أما تقول ليش هم يحجون على الحشد راح أجاوبك، لأنه الحشد دا يحمي ذول الفاسدين اللي دا يبيعون برقاب الناس. وأصور الحشد أنا بالحشد الشعبي، أنا بالحشد الشعبي، اسمعني أنا بالحشد الشعبي، وين اللي أدافع عن الفاسدين؟ أنا الصحراء كلها حرارتها بيدي، الشمس علي، التراب علي، الطين علي، المطر علي، كله علي، وين حرت أنا؟ وين بالبرلمان لو بالخضراء؟ تمام. الله شاهد ورسوله، شفنا الضيم، الشمس علينا، الحر علينا، البرد علينا، هاي إنجازات اللي دافع عن الوطن. ايش قصر لك ما ماخذ راتب؟ جاوبني. الراتب يجيني شهر بشهره. شهر بشهره؟ اي الراتب يجيني. هذا انت. لا أكل... الكل، الكل انطيني، انطيني واحد من الحشد الشعبي مظلوم. هذا انت. الحمد لله والشكر احنا مكتفين، انا كل في باولي، حتى لو ما يجيني الراتب، انا طلعت مجاهد بدون راتب، انا دافع عن الوطن. أوكي. من 2014 لحد الآن. أوكي. ماشي. وين بعد الفاسد أنا دافعت عنه؟ من ديالة الله شاهد ورسوله، من ديالة لما وصل حدود سوريا رحت هناك بزمار بدهوك على أساس هناك اتفاقية ويا إسناد ويا الجيش والاتحادية الأكراد 180 شهيد اعطانا بيوم واحد. اياد 120 جريح و60 اياد 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 حتى ما نطول داري اعطي مجال صواريخ المانيه وامريكيه اريد اعطي مجال للمتصلين بس اسمعني اياد الله يخليك السرايا عيوني السرايا بس انا قلت السرايا السرايا والعصائب وعلى روسنا السرايا والعصائب العظيم. والله العظيم والله العظيم لو ما هاي اللي انتم تسمونها ميليشيات للعراق اللي كان بخضر كان الله شاهد ورسوله لا احنا لا دوله تلفينا ولا كرامة لو ما هاي تسمونها ميليشيات من وراء ايد حكومتك انت بدك تحكي لولا الحكومة مالتك ما كان طبوا داعش ولولا حكومتك ما كان صار اللي صار الحكومة فازة يا حبيبي الحكومة فازة الحشد الشعبي دافع عن الوطن المفروض طيب. تشكرونه شكرا 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 اياد لانه ما راح نقدر نوصل الى نقطة معينة اريد اقول لك شغلة واحدة السرايا والعصائب وغيرها 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 من الكتل وبدر وغيرها ذولا دا يحمون سياسيهم ودا يحمون كتلهم ودا يحمون تاج راسهم وقاعدين تحجونا بتاج الراس وتاج الراس وكل ما تحجون يا واحد يقولنا احنا دافعنا عن اعراضكم وهي كلمة عيب وهي كلمة ما تنحكي اذا تردون تحجوها فالجيش العراقي من الغربية بالثمانينات دافع عن اعراض الجنوب لما ايران احتلت الفاو بس ما حكيناها لانه عيب فما نريد نحكي بهاي النقطة ما نريد نقول احنا دافعنا واحنا نطينا شهداء وذولا كما نطوا كل الشعب العراقي نطى شهداء اذا كان بالثمانينات واذا كان هسه لكن لما ندور الاسباب حكومتك السبب بكل شيء بدخول داعش بدمار المدن بتفرقة الناس بوجود الاتاوات والخاوات بوجود التفرقة بالرواتب بوجود كل شيء شكرا لك اياد ام عبد الله من بغداد حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لحضرتك إلى قناتك الشريفة وإلى كل العراق الشريف. أستاذ البارحة زيارة الجنازي أحد الضربين العراقيين عبر البرلمان وعبر الحكومة والمدراء اللي موجودين في الوزارات عبرهم تعرية كمان بحيث إنه قال إحنا ترى دولة ما عندها نظام. ماكو مركزية ماكو تخطيط للدولة الحشد هو المسيطر على كل أعضاء مناصب الدولة وعلى كل مفترقات الدولة العراقية الحشد مسيطر على الجوارج الحشد مسيطر على البرلمان الحشد مسيطر طبعا هو من الحشد اللي جابه الحشد جابه نور المالكي وبعدين انه قام باعطاء عادل عبد المهدي كان يعطيهم اموال بالملايين في سبيل انه يحمون هاي الحكومه التعبانه حتى انه عرض الوزراء وعرض المدراء العامين خاصه بالنسبه للتعيينات، التعيينات كلها تتم عن طريق جماعه الوزراء وعن طريق المدراء العامين. طبعا الفساد موجود من راس الهرم من رئيس الوزراء الى اقل موظف بالوزارات. ف
كلهم يشتغلون على حساب الشعب العراقي، اخذوا اموالهم تعيينات الى جماعتهم. العراق صاير فرفود كلهم من اكثرية النواب ومدراء العامين. استاذ الفسد يعني موجوده في العراق كله فاسد، مافيات فساد، الوزاره تنباع ب 20 مليون، حتى هذا زياد البنادلي تم استهدافه من قبل ضعاف النفوس. الامور يعني هاي الامور كلها صار لنا 14 سنه انه ما ينفذ ان العراق في وضعه هو انه واصل الى الهاويه من الفساد ومن الرئيس الوزراء ومن الشرطه والجيش. بس الحشد هذا يكون انه تم اعراض العراقيين. هو الحشد سوى سلم العراق الى ايران بحمايه امريكا. استاذ يعني حتى المتظاهر عندما اهين وقام بعمليه حلق راسه ونص صابه، يعني هذا اهانه للشعب العراقي، اهانه للشخصيه العراقيه، اهانه للشرفاء المتظاهرين والشرفاء من السنه والشيعه، لانه ما في شخص يهان من قبل الدوله وبعدين يعاد انه مصطفى الكاظمي دافع عنه، وانه يعني هذا كم واحد من المتظاهرين يهينوا هذا ابناء الشعب العراقي يهان في ذي الحكومه من ال البيت. الى متى الى هذا الوضع؟ الشغله صارت شغله كرامه، كرامه اكثر مما هي شغله سياده وطن. اذا ما نقوم كليتنا ونساند المتظاهرين والقضاء على هاي الحكومه وعلى هذا الحشد، لا احنا نصير في خبر كان. وتحياتي لك. شكرا، شكرا جزيلا لكم عبد الله. اتحول الى رسائل واتساب حتى اقدر اقرا اكبر عدد موجود منها. السلام عليكم اخي، انا اطالب بالعفو العام، والله ملينا، الله لا ينطيهم حكومه حراميه، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. وين رئيس الوزراء مصطفى كاظمي؟ خليه يطلع السجناء بس بيهم كذب. انا اخويا صار له 13 سنه بسجن الناصريه، أني أم أنا. السلام عليكم أخي العزيز. أزمات العراق من 2003 إلى يومنا هذا هي أزمات مدروسة من قبل هؤلاء الحثالات. الطامة الكبرى أكثر الشعب كان مصدق بهؤلاء الحثالات. صعب جدا هذه الطغمة تخرج بطريقة سلمية وتسلم مقاليد حكم للشعب. إن لم يكن هناك عمل مسلح وعمل ثوري يقوده الشعب نفسه وتبدأ بإسقاط ما يسمى بالجيش والشرطة وأن تخرج عشائرنا في جميع محافظاتنا ببيانات تسحب في أبنائنا من جيش وشرطة لا تمثلنا ولا تحمينا. أخي نطالب العشائر بأن تأمر أبنائها بترك العمل في الجيش والشرطة حتى تبقى هذه السلطة ظالمة بدون حماية ويسهل سقوطها بإذن الله. السلام عليكم أخي أفل، أحييك وأحيي قناة الرافدين الشريفة صوت الحق. أنا أحمد من الأنباريا. أخي ليش حكومتنا ما توافق على العفو العام وتفرح الأمهات والزوجات بالمعتقلين المظلومين داخل السجون؟ أرجو أن توصل صوتي، الله يرضى عليك وشكرا. العفو أخوي. السلام عليكم وكل عام والعراق بخير وأنتم بخير. أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. أستاذ، ماذا نتحرى من تصريح حكومة أنه حمام النجف يأكل 750 ألف طن من الحنطة؟ إذا الحمام يأكل هاي الكمية من الحنطة لازم هم يأكلون أكثر من كل اقتصاد العراق. أستاذ، هذول اللقطاء هم أبناء شوارع لندن، لكن العتب على رجال العراق المعنيين ويعرفون أنفسهم الشيوخ ورجال الدين والجيش العراقي، شلون يسمحون لصور المجرم بريسم، هذا هو الاسم، نريسم بريسم هذا هو الاسم الحقيقي للخميني الهندي السيخي الأصل، في شوارع العراق الرشيد، عار وعيب على الجيش العراقي الباسل والأغر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الغالي، لا توجد حكومة من عام 2003 لحد الآن. هؤلاء عبيد الفرس، وأمريكا المحتلة للبلد احتلت البلد وسلمتها بيد الفرس. نحن نطالب الغرب بضياع البلد وليس إيران العراقي إدياله. ردا على المنتصر منتظر من الناصرية وقال لا توصلون إلى الحكم أي سنة. طيب أنتم من وصلتم إلى الحكم ماذا قدمتم للشعب غير القتل والسرقات والفوضى؟ أنتم وصلتم إلى الحكم بمساعدة الغزاة الأمريكان والإيرانيين. أبو عبد الله. أبو مريم من بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. هاي رسالة إلى القضاة الذين يحكمون البريء بالإعدام والمجرم يعفون عنه. أقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وكثير من المعتقلين أبرياء بسبب المخبر السري، وفي بغداد بمنطقة عرب جبور مخبر سري اسمه راضي ياس مثقال، وهذا كان يتجسس على أقاربه وسجن الكثير منهم. الله يلعن ويلعن كل مخبر في الدنيا والآخرة. شكرا جزيلا. أبو كرار من البصرة، تحية طيبة لك أستاذ ولقناتكم الشريفة. أخي، إحنا منتظرين العيد.
جديد يجي حتى نطلع ضد هاي الحكومة الفاسدة، والقرآن احنا جاهزين وراح نطلع بمليونية الخلاص، واللي عنده غيره واللي عنده غيرة ما يظل قاعد بالبيت. هذا نداء إلى أهالي البصرة. ندعي لكم تحياتي حكيم من الأحواز المحتلة، أخي أفل خامنئي قبل يومين تدري شنو قال؟ قال لو ما إيران كان العراق تدمر، مؤسسة العراق وحيل مرتاحين. ندعي لكم إن شاء الله بالنصر على حكومة الفساد وحكومة الملالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما مكمل رسالته. السلام عليكم أستاذ أفل، وياك أبو محمود من الرمادي، نشكر رئيس الوزراء مصطفى كاظمي بفتح ملف المغيبين في سيطرة الرزازة، والله هاي خطوة باتجاه صحيح، نطالب منه أن يستمر بفتح الملف المغيبين، وإحنا كلنا مع رئيس الوزراء، نريد من مصطفى يفرح الأهالي المعتقلين، والله الأمهات وأبهم وأطفالهم، والله من سمع الكاظمي بفتح ملف المغيبين توجهوا إلى بالدعاء الفرج يا الله على كل الأبرياء، يكون يصدق. السلام عليكم، أنا زوجي محكوم 20 سنة نطالب بالعفو العام. السلام عليكم، الله ينتقم منهم، ولدنا بتهم باطلة مالين السجون بسبب ضباط تحقيق مجرمين، وضاعت عوائلهم، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم، نطالب بعفو عام من الله لا يرحمهم ولا يوفق حكومة ظالمة. مشاهدينا الكرام، برنامج اليوم انتهى، حلقة اليوم خلصت، لكن بالأخير راح نقول أنه الحكومة العراقية تستخف بعقول الناس، والمشكلة أنه أكو ناس تدافع عنهم وتذب الصوج برأس الحكومة، مثل ما سمعنا مثلا رأي الأخ آيات، لكن الكلمة الفصل هي تكون للشعب مو للحكومة، وعمر الشعب ما غلط بحق بلده ولا بحق نفسه، لكن سلطوا عليه جبابرة. إلى اللقاء.